كنت متزوجا وأعيش حياة زوجية سعيدة، ومرضت بعد الزواج مرض أعصاب، وهذا المرض مرضت يمكن الزوجة يمكن طيب مرض أعصاب، وهذا المرض فيها قبل الزواج، وكل فترة يصير معها قدر الله، وأثناء وجودي معها جتها الحالة لمدة أسبوع متواصل، وجاء أبوها فأخذها من البيت بحجة أن السبب في مرضها أنها غير مرتاحة معي، ورفضت تذهب معه، فأتى بسيارة ورجع ليأخذها فرفضت تذهب معه مرة أخرى، بعد الصراخ وعمل مشكلة أغمي عليها وحملها وأخذها وسعى للانفصال، وبعد مشاكل وتهديد وأمور لا أستطيع ذكرها تم الخلع. أنا لا أستطيع أن أنسى اللي حصل، وكرهت والدها وغالبا أدعي عليه بالهلاك، هل يجوز الدعاء عليه أو لا؟ هو لا يصلي، وأحد المرات اتصلت عليه أثناء المشكلة محاولا حلها معه، غضب وصار يسب الله سبحانه وتعالى بأسوأ الألفاظ. على كل حال يعني مثل هذا، يعني هذه مسائل قضاء، يعني تذهب إلى المحكمة تشتكيه في المحكمة، تقول هذا تعرض لزوجتي وكذا، وتمنعه المحكمة، يعني أنت زوجها وتمنعه. أنا لا أدري كيف وقع الخلع، إلا إذا كنت أنت ما تريد المشاكل وكذا، أو خفت منه أن يضرك أو هددك أو كذا فخالعتها، كان يجب عليك أن تطرده من البيت، وإذا أصر تتصل بالشرطة يأتون يمنعونه، هذا الأصل. لكن على كل حال هذه مشكلتكم مشكلة يعني قضاء، إذا تبي شيء تذهب إلى القضاء، أما الدعاء عليه من حقك أن تدعو عليه، والله المستعان.